معكم الكوبل في مراكش ياسين وجد وجاد اللي ولا معنا تا هو دابا واحد منا والصراحة اليوم أنا وسي عام بمدينة الدار البيضاء بلونكا واليوم اليوم جينا اليوم الخميس والصراحة كان واحد الإستقبال اللي أكثر من رائع من الناس ديال كازا والناس المنطمين الصراحة واحد الفرحة لا توصف وأنا تنشكر لهاد الناس هادو اللي واقفين على هاد الحداث وتنقول لهم جزاكم الله خيرا والصراحة راه فرحة ما توصفش وكل الجو زوين اليوم من الناس كازا الإستقبال ديالهم والناس الطاقم العمل ديال الفندق صراحه كان كل شيء في متناول الحمد لله وفي الحقيقه شعور لا يوصف حنا شهر دابا تنتسناو هذه العقيقه هذه من عرض جد جد وكاين واحد شويه الارتفاك ولكن الحمد لله اللهم مالك الحمد مع المغاربه و... والمغاربه الصراحه حسوا بنا نوال سهام ودارونا ولادهم و... والصراحه والله ما كاين ما كاين زعما حتى شي ما كاينش احراج ولا شي حاجه انا من ناحية مع ولاد الشعب ومع المغاربه راه تهجا الحمد لله والصراحة نهار تلقينا الخبر ديال السكنة انا وسيام الدار كان واحد الفرحه ما توصفش كاع انا نقدر نقول لك باقي كاع ما ناس من هذاك النهار نهار خديت الدار هو الحمد لله الحمد لله كانت واحد الهديه اللي الصراحه لا ما تتوصفش وكانت واحد الفرحه الكبيرة كبيره بزاف بزاف حيت تعرفي الدار ولا السكنه ولا شي حاجه راه مهمه مهمه بزاف في الحياه حيت شنو ممكن تخدم ممكن ديك الساعه اللي درتي تجي واحد شويه تتصور تاكل انت ومرتك راه ما تيشوفك حد ما سميتو تيتسمى قبر الحياه تيتسمى قبر الحياه أه واحد أه واحد شعور اللي زوين بزاف كيف قال الزوج ديالي قبر الحياه قدر فهمتي دخل لدارك تدا عليك تاكل غير الخبز والملح الحمد لله واش فهمتي ماشي بحال لا كنتي كاري ولا قبر الحياة كيف قال الزوج ديالي وواحد الشعور اللي زوين بزاف بزاف وكنشكر الناس اللي وقفوا معنا تخدينا الدار كنشكر دنيا باطمه كذلك في الحقيقة الشقة اللي كل شيء تسوى لها الشقة صراحة الشقة كان إهداء ديال المداخل ديال العقيقة إن شاء الله وكان واحد المبلغ محترم محترم من الفنانة القلب الكبير دنيا باطمة جزاها الله خيرا من هذا المنبر تنعاود نزيد نشكرها تنقول لها الله يجازيك بخير وصراحة حتى المداخل اللي كانوا ديال العقيقة في ليتيكي ولا في سميتو تا هما الناس اللي خدامة في هذاك الشيء غادي الصراحة مزيان وهما عارفين قادوا بالمسائل ديالهم المبلغ اللي غادي يمشي لشقو المبلغ اللي غادي يدوز ان شاء الله غادي يكون واحد المشروع صغير ان شاء الله باذن الله أه وانا كنبغي نشكر الناس ديال ليفينمون اللي الحمد لله المداخل ديال اللي تيكي ان شاء الله يا ربي غنديروا بهم مشروع مشروع اللي غنعيشوا به هذا الوليد هذا وغيقدر ياسين حتى هو يخدم فيه ونقدر انا نتعاون معاه ونخدم معاه وكنبغي نشكرهم بزاف بزاف الناس اللي فينمو شكرا الحقيقه انا بدوري تنشكر كاع الناس ان شاء الله اللي غادي يجيو يحضروا وغادي يكونوا محاضرين معنا ان شاء الله في الحقيقة ديال ياسين وسهام وانا راه اطرح بالمغاربه كاملين خارج المغرب داخل المغرب داخل الوطن خارج الوطن الجاليه المغربيه مقيمه بالخارج الجاليه المغربيه المقيمه بالخليج تنقول لهم مرحبا بكم مرحبا و الف مرحبا وان شاء الله تنتمنوا هذه العقيقه تكون مغربيه 100% بواحد اللباس تقليدي تراديسيونيل ان شاء الله وتنتمنوا كاع النساء والرجال اللي حاضرين ان شاء الله نجيو باش نشرفوا بلادنا بواحد شريف يكون زوين ان شاء الله يا ربي وليلي حشمنا وتنقول انا تحيه للوطن وتحيه الجلالة سيدنا الله ينصرو ويحفظوا لينا والله يخلينا صحته يا ربي وعاش ولاد الشاب نساء ورجال وتحيه للمغاربه كاملين شكرا لكم بزاف بزاف <applause>